أزمات متلاحقة في مصر، عنوانها العريض قوت المواطن اليومي والصعوبات الاقتصادية والمعيشية المتزايدة. إعدام الكتاكيت الذي ملأت صوره مقاطع التواصل الاجتماعي كانت صورة مصغرة لأزمات عدة في البلاد تتعلق بارتفاع الأسعار وندرة المواد. المعضلة المصرية الكبرى تكمن في النقد وسعر صرف الجنيه الذي تحاصره الانهيارات المتسارعة والتي يتوقع أن تصل إلى أرقام قياسية في الأشهر القليلة المقبلة. إذن أمام المواطن المصري أيام طويلة من القلق الذي تحاول الحكومة تخفيفه عبر مناقشات برلمانية تبحث كل هذه الأزمات عسى أن يتم حلها قريباً.